هاشتايفين قوزي بطاط لهم بنتين اللي قدامنا بطاط لا اله الا الله في ناس تاكل هالكسر هسه الحين يشوفونا بالفيديو لا كيفنا شنو لا اله الا الله خسرتونا فلوس لا لا عيب عيش شكل نجتس بس يا هلا مرحبا فيكم قناتكم باليوتيوب الخطاف سيسترز او تحديدا هاشتاج خطاف سيسترز كيف تشاب الخطاف ما عرفنا الا لما تشاب الخطاف المهم يا جماعه الخير بهذا الفيديو راح نسوي فيديو مختلف وتحدي غريب اللي قاعد يسوونه الحين كل الناس واللي تبونه الاجانب والعرب وكل كله وادم الا وهو الفيديو عباره عن ان نروح المطعم لمدة 24 ساعة الناس هي اللي تحدد شنو الأكل اللي احنا راح ناكله يعني اول وجبة راح ناخذها من ماكدونالدز ريوك ماكدونالدز بعدين لا ما نبي نقول ما ندري شنو زين فاحنا ما ندري شنو الريال اللي قدامنا راح يطلب فاول ما يطلب راح نقول حق الريال نبي نفس الطلب بالضبط من الشخص اللي قدام الشخص اللي قدامنا طالب سبع وجبات وجبتين وجبة واحدة بس عصير الله يستر ان شاء الله ما نجيب العيد عاد احنا بالكويت يعني دائما لما يجون ماكدونالدز يطلبون وايد وجبات حق العائله يلا لا اخر شيء اخر شيء عشان دنان يسعدنا الله يستر ولا تلقون ابله جايبه حق المدرسه شو انه ماكل حق مدارس يو ترانا فيها عشان ابله الكول هذه وينها والله ذيك المره جايه تزفهم بعد ذا كارز فرونت اس فرونت اوف اي قول هذا فرونت ما راح يسمع تبغى تعرف هو انجليزي اي هذا لا عربي نوعا اي قولي له نفسه يا رجل قدامنا تفهمني الله يا جماعة ما فهمني بنزل لانا الله يستر هذا الحين يبي له 70 دقيقة على ما شنو اي دورنا يا جماعة ما تبين هذا الشريحة حق اليهال كلهم اختي الله يخليش طلبي وجه واحد تكفين حقك وحق اليمك انا كلش مو جوعانة اصلا افيت تخيلي بس حلك كم لا حتى ما تريق شل عنف شل قصدي يا جماعة في ام جدانا بالسيارة الله يستر لا تطلب حقها وحق احفادها معها بنت زين واذا حق بنت ان شاء الله حق بنت بنتها ان شاء الله بس حق بنت كيف يا اهل قاعد ورا ما يبين ان شاء الله وجه واي لا تكفى زين سكتي يعني حتى لو تطلب ان شاء الله كل وجبات حلوه يعني خفت تستخدم وياها لحم وشي اكيد لحم بس ما اقدر اوصل Excuse me, I want the same order that the car and the front she ordered. The same, okay? Sorry? I want the same order that the car in the front, she ordered. The same. 1 hour later. Which order is your mom? I want the same order the car in front of me order. Same, same order. You know the car in front of me? 2,000 years later. What she ordered? What she ordered? We want the same order. Okay. Okay? Okay. شكله ما فهم والله شكله ما فهم هسه مفروض نقول لا سويت نسوي تحدي مراه تقول ايه. اوردر قلت كل شيء لا المفروض انت زين تقولي لها شنو طلبت اللي تدامنا اوكي وان ذا سيم غبيه اي هم هاي فكره حلوه نسويها مره ثانيه شنو طلبت احنا لازم نعرف لا ما يصير اذا كذا عاد مرات سويت تعمنا ما يصل علينا طلب ابوي اللي قدامنا شكله امهم عصبه وعيالهم اذينا بالتليفون يما يلا يا واه لا مجد الله يستر يا جماعة ترى أنا مو عادة يما لا تطلب اللهم لا عيب عيش يا جماعة الله يستر ننطر ودرجة الحرارة 50 بالكويت قاعد ننصلخ توقع أحر دولتين بالعالم لا هو مو هالصج ريكورد دولي يعني الكويت والعراق أحر دولتين بالعالم الكويت أنا أحس أقوى توصل 54 يا جماعة هالدرجة تقول لي بالكومنتات كم توصل درجة حرارة يما أنا ريلت صرخت يا جماعة والله الكويت والعراق هم أكثر دولتين حارين بالعالم وبالشتاء هم وايد باردين بالشرق لا نشرة الأخبار ترحب بكم ولا الفيديو خلنا ناكي يا ربع على الأقل طالبة شيء بارد سرسح برد ميلك شيك كوفي آيس كوفي شيء طالبة كرك هني يا جماعة السيارة اللي قدامنا قاعد تغلق لا مو لا تدفع الله يستطولت ننظر يوم ما اخترعت الله يستر الحين قالوا فلوس عطتها 10 دنانير ايه ها شوف كم يرد لها
Oh my god يا جماعة الأم شكلها واصلة الله يستر الله يستر. خلينا نشوف الحين كم يقول حق لولو كم يطلب منها فلوس. خلاص يقول لك شنو طلبتي سمكة؟ لا لا قولي خلاص هم ما يفهمون انجليزي عشان الله يهداهم. بليز كان وي اوردر بس ما راح يفهمون حبيبتي احنا معلمينهم على الكويت مكسر كويتي مكسر. والله انا خاف اقول لهم قولي له شنو هي شنو يجيب ابوي هذه اللي ورانا قطانا ولا قاعد يصور شنو هي يعني شنو تجيب ابوي؟ لا قولي له وات شي اوردر سيم 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 شي اوردر 1 ميل جيف مي 1 ميل شي اوردر 5 ميل جيف مي 5 ميل I want the 5 million يا بايب I want it يا بايب. الله يستر يا جماعة والله اني خايفة. اوكي الظاهر عرفونا لان قاعد يطالعونا جا والعيد ودق لها اختي ممكن خلاص خلاص خسائر خنحط شيء انزين ودق لها اختي ممكن تعرفين والله تأفرين شو يقولون تعرفين بحالنا تعرفين والله كاكا يلا يلا حصل Hello, my friend. What's your order? It's the same order in the front. I think this is واضحة وضوح الشمس. The same car in the front. Sorry? The same car in the front. What she order? I want the same. It's not! Hey! 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 إيه يا جماعة ترى ما فهم الطلب. ها؟ This one six piece nuggets. This is muffin. You have no. The same car? Yeah. Okay. What is the butter? I will take. اوكي 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 او ماي جاش يلا بس هذا تشيكن ماك هذا مو يخ تكتير ريوق ها مو ريوق اذا خلاص ما عليه يا مو طالبه ريوق الله يهداها ايش هي مو طالبه ريوق الله يهداها تشيكن ناجتس وتشيكن فيليه مو جاسة عشر الحصة عشر بيت كله يا جماعة طالبة ناجتس عدانا اكثر شيء actually we are doing a challenge in YouTube that's why we're doing a challenge in YouTube yeah that's why The same order at the front. We don't know what's the order. See you. Thank you. Where? I'm going to go. Jura, ma khadita. Shnoot! Hey! Hey! هو المصدوم اللي هاش قاعد تطلب ما نعطيه فاتورة برك. المهم يا جماعة الله يستر. ما راح يطالعنا. الله يستر جابت فينا العيد كم يعني ميل طالبة؟ بس زين حسابنا مو قال يا ربانانيا 378 يعني ثلاث وجبات والله طالبه نقص استغفر الله ما احبه كم شيء انا صار لي خمس سنين ما اكلت ماكدونالدز شلون؟ اليوم راح اكل بس مثلا يا والله راح اجرب يلا بسم الله مشاوزه مشاوزه انا بس ابي البيبسي لا لا بلا بلا خل اقول شيء صجي كليت ماكدونالدز ريوق بس يعني وجبات ثانيه مو ريوق صار لي ست سنين ماي خمس سنين والله. شلون؟ هاي هاو ار يو؟ يا ام جود. هي didn't give me. What's your the same order in the front. والله في اورنج جوس راح اخذه. الى الان الى شاعتي بس انا ما ابي النجتس لو شات الكاميرا انصدمت. وي 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 وي. الكاميرا في حالة انصدام. وش طالبين قوزي هذا قوزي قوزي هاي سي هاي خلي هاي ثانك يو سام خلاص يا جماعه خذينا طلبنا والسياره اللي ورانا تقول السياره اللي ورانا عرفونا اوكي خطر سستر يا عيني يا ليل على متابعينا بوسه طياريه لكم لا عيب عيش اوه يلا نجيب العيد اعطيني خلنا نشوف شنو طالبين لحظه ستوب اوكي يا جماعه احنا على اساس شنو نبي ريوق الصدمه ان احنا الى الان ما ندري بس بيبسي و... بطاطا بطاط وش يسمونه انا يلا طلع لي ترى ممتاز هاشبرام ماني انا بس احلى ما في ماكدونالدز هاشبرام باقي انا احبها معكم ما في مسلسل مع بيض ولا بدون صح لا لحم الخاليه بس نطري انت تبي ثانيه انت احلى تبي ثانيه انت تصور اوكي هذا حق لولو او لك جبن ودياي اوكي زين هاش طالب قوزي بطاط لهم بنتين اللي قدامنا بطاط لا اله الا الله في ناس تاكل هالكسر هسه الحين يشوفونا بالفيديو لا كيفنا شنو لا اله الا الله خسرتونا فلوس لا 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 عيب عيش تشيكن ناجتس وين شو الكومبينيشن؟ انت راح تاكلينه خلاص انت تاخذين ثاني شو الكومبينيشن؟ مواطن شكله حتى اوه احس مصارين هذا
ما أبي ما أبي بس اثنين نهذون. شو الكومبينيشن خطير. يلا وراي الجامعة قلي الجامعة بعدها نكمل يا جماعة. أنا وراي الجامعة. بس أنت أخذي بطاطا هذا. هذا. بعد مية كهذا أشياء. أستي بطني شو كل بطاطا. أنا شو أكل نقص بعد هالتشالنج خلنا. 2 hours later. يا جماعة الخير الحين رايحين ناخذ كوفي طبعا تمسخرنا. يا جماعة الخير طريقة الكافيهات اللي عندنا أغلبيتهم بما إحنا مشهورين حيل حيل بوايد وايد كافيهات بالكويت بس أغلبيتهم تنزلون لهم فهمتوا ماكو بالسيارة ما غير ستاربكس أتوقع هني عندنا اثنين فراح نروح أول ستاربكس إذا قدامنا أوردر واحد راح نطلب حق لولو أو حقي اللي يكون إنزين. أنا ما أحب كولد برو لا ولا أحب ولا أحب أمريكانو. لعدي هي اوفر تيم حالي شوي انا احب اشياء اكشنيه. المهم بعدين اذا طلب واحد راح نروح ستاربكس الثاني مدته دقيقتين بعد ستاربكس الاول. يا سلام اتمنى يطلع طلب قوي. يلا ايس وايت موكا. لا بليز بليز يا رب يطلع ايس امريكانا امريكانا ايس امريكانا مكياتو ولا لندن حلوه. يا الله يا سلام الله يا جماعة مليون سيارة أتمنى على حظنا السيارة اللي قدامنا يكون أوردرها حلو. ثاني شيء أتمنى 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 أن ها دي كلاس قدامنا شبابين أحسن شبابين. يا سلام يلا درايف ثرو. من هذه كم وحدة قدامها ثنتين. ان شاء الله ذوقها حلوين. شنو بنات شنو يعني؟ يعني اذا كان ذوقها حلو ان نسنا مو اشياء مره يعني فهمت. لا انا احب اشياء نص نص. ودي لولو ودي اطق على هدر اختي ممكن تطلب منها الشيء؟ نعم اختي ايش تبين؟ لا اختي ما معلش ما صدق درجه حراره 50 والكويتيه بيشربون قهوه. يا اخي شنو جو؟ لو حاره في ناس احنا 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 المشكله احنا نفس جوهم يعني الحين نشرب قهوه يعني احنا بعد شنو جونا؟ اتمنى ان ايس هذه ما تطلب حاره. يا رب اي صح اذا حاره انت راح تاخذينها تخيل حط طالب هوت شوكليت. لا اختي احترمي نفسك تطلب بعد ولا لا عيب عيش. يلا يلا السياره اللي قبلنا الحين راح توصل عند اللي هو الميكروفون فاول ما هذا بس بقش قلبها انا اطلب هاي انت ما يصير تسمعي طلبت هذه وش قالت؟ الشباب يطلب لهم هلو هلو هاي excuse me I am doing a challenge so I want the same order the girl front of me okay the same Sorry? order the same order that the girl front of me ordered it which one the girl front of us the girl yeah what she ordered the same she ordered americano okay the same it's not hey 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 the same okay bye she order one or two? Two. Okay, two. Thank you. Oh my god! والله العظيم لا! بس احنا قلنا ما نبي طول جذبنا. اتذكر اول مرة بحياتي اطلبها قلت لهم ابي البيبسي تخيلوا. اوه لا البيبسي كول برو اللي مو هذا؟ هو شنو مش مو بعض. او ماي جاد لا لا امريكانو لا اوه ليش ليش قالوا وين لو ساكت انت عبالها واحد لا ما يصير غش غش لا ما يصير ما يصير لازم نشربه حرام كل وقعد شد شافنا اثنين بالسياره لا هي تشو هي اثنتين الحين نشوف اذا كذب علينا راح تشخله او ماي جاد لا 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 ما احب امريكانو هذه شكلها ايام الطيبين وايد قديمه من يطلب امريكانو لا حبيبتي وايد ناس تطلب امريكانو لا يغلطون علي يا جماعه صدق في يا جماعه والله انا اللي اعرف احد يعني. حبيبتي راح اقول انت لعب عيالك وقهوتك على قناه فلات وايت انت اوفر سبانش وربعه اي انا بس هاي صدقية احترقت طالبه اثنين واسس امريكانو يا Oh my god. Okay, يا جماعة أنا راح أموت. Why like this? I am doing a challenge for my YouTube channel and I don't like Americano. It's very strong. Yes, we don't like it. Now try it. Yalla, what's that? Let's see.
زوين زوين تبي شنطة ما ترجع زين لا لا ما يروح الطعام لأن هم الزاني أمريكانو أحلى من كولد برو كولد برو اللي مو حلو نفس الطعم هو نفس اللون فين أي سيارة راح ندش برجر كينج راح ندش وراها حدنا يواعة بنموت وأنا حدي بنموت وهذه مو يوعانا اليمي هي بريو كانت يوعانا وأنا الحين يوعانا خلاص ندش إحنا نقول لهم عطونا آخر فاتورة دشت أنا بموت 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 تخيل مسكر يكونوا الدرايف ثرو مسكر إحنا ننتظر لنا ساعة شحطوا 3 days later ما ندش ابن الحلال مرت 5 دقايق لا 5 دقايق لحد الحين 5 دقايق لحد الحين ما حدش وقف ليش يلا واقفين بالشارع يلا لو سمحتوا دشوا يا جماعه حدش برجر كينج وانا راح يمين غير رايه مسخره 2000 years later يا هلا في واحده هبون يمكن لا قايسه الولده ما شنو يلا يلا ايش قاعد يطلب ايش قاعد يطلب يلا يا رب بيبسي يا رب بطاط وسط عاد اذا لارج ويلك شي لارج يلا زين وش اسمها هذه الطواليه تشيكن رويال تشيكن رويال مقصوصه وشي يعني ساندويتش صار اقول لك صح لازم هاي قص يا جماعه اخر مره كليت برجر كينج كان بمطار وكان ما في اكل اوبشن كان اضطر اني اكل فاست فود يلا 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 او ماي جاد اي ويل كم فور يو دينا هذا ايش وش عندك هاي الو هلو ليكن توابر هاي اكسكيوز مي اي ام دوينج ا تشالنج سو اي هاف تو اوردر ذا سيم كار فرونت اوف مي شي اوردر اوكي سوري اي ام دوينج ا تشالنج سو اي هاف تو اوردر ذا سيم ذا مان فرونت اوف مي شي اوردر هي اوردر The last order you mean? Yes, yes, please. Okay. Okay. That's it. Thank you. Thank you. I want it. Oh my God. استلم هنا. يلا بنا. توني تضحك. شفتنا؟ استلم هنا يعني على طول. طولوا. يا جماعة ما أدري شنو راح يطلبون هذول قوزي. أبى أسألهم يعني أكثر من 5 دقايق والله. أكثر من ربع ساعة. طلعت إيده. وجهة طوال. أيوة. أنا باخذها كتميل كتميل. سكتة. وجهة واحدة. إيه. لا. إيه. اقول لها ما كنت دمل دمل لا مو كيف وجه واحده اخر شيء تشكن فتشكن هذا اللي اكرهه يا الله صار ايه هبي ميلك تزميل لا لا يمكن ورانا في ريال ورانا زين نقت لا تكفى تكفى لا 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 هاي جود The last order. Right? Yeah, please. What he order? This one is a kids meal nugget. Best. Best. Then 10 pieces of golden nuggets with. Oh my God! Nuggets. إيش اللي ما تحبينه؟ Nuggets مرتين أنا وايد أحبه يلا. مرتين. أول مرتين nuggets يا. يعني الصبح نقيت والحين نقيت الحين نقيت يا حبيبتي انا الكليته تخيلوا ان ابا نقيت هم يعني هم مو مكفيهم الهابي ميل قرروا يطلبون نقيت 10 بيسز المهم يا جماعه من يطلب نقيت قالت في درينك ولا سووا لكم بالبيت ليش تطلبون نقيت لا والله او ماي جاد 3 بيبسي يا شنو طالبين؟ شنو طالبين؟ روحي صطيني روحي صطيني اوكي نقيت شنو هذا؟ مو نقيت لحظة شنو؟ أصابع جبن بالموزاريلا؟ اوكي صطيني صطيني ما أقدر لازم أروح من هنا شوف ما باص شنو طلبوا؟ أول شيء شنو؟ كتجيبين نقيت نقيت؟ اوكي سو أول شيء موزاريلا بالتشيز قالت كذا تشيكي الخندوق موزاريلا أنا كل أطلب ثاني شيء سو موزاريلا صوص حق الهذي ثاني شيء نقيت نقيت يا جماعة ما واضح وثلاثة بيس حق من ليش ناكل هني وعافية اوكي
يا جماعة الخير إذا حابين تشوفون مثل هذا الفيديو جزء ثاني حد خطير كل عليكم عندكم 3 ثواني وصلوا هذا الفيديو فوق 30,000 لايك إذا وصل فوق 30,000 لايك على طول راح نطلع من البيت لحظة نروح نصور واحد اثنين على شنو 1 2 3 حطوا لايك بنقول 1 2 3 أبي كلكم حاطين لايك أوكي واحد اثنين شجعان ثلاثة إذا ما حطيتوا لايك يا ويلكم بطلع لكم محمد لايك بالتلفون إيه بالتلفون أو اللابتوب أوكي سو بالنهاية أتمنى عجبتكم الحلقة واستانستوا فيها وايد واللي عليكم إنكم تفجرونها لايكات ونشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ويا جماعة هذا لا يعني إذا أنتم مو يوتيوبر ما تقدرون تسوونها تقدرون تسووا شيء تطلعوا مع ربعكم وتروحون مثلا ستاربكس أو تروحون أي مطعم أنتم حابينه بس شيء مهم وايد وتنصدمون من شو اسمه بس شيء مهم وايد لا تقطون الأكل دير بالكم في وايد ناس محتاجة في ناس وايد عمال تقدرون توزعونها عليهم بالنهاية إنه راح يكون وناسة بس إحنا ما نقط النعمة أبدا يعني اذا ما تبونه مثلا وقفوا عند راعي البرد عطوه خلي برد على كبده بروح درجه حراره ما ادري كم 49 خاصه انه هو بس برد وشي اشياء ممكن تعطونه انه وجبه كامله او حق عمال النظافه اللي موجودين بالشارع كذي ففي وايد اشياء انكم تعطونهم الاكل بشكل عام بس ما نقط النعمه وبالنهايه لا تنسوا تسوون سبسكرايب لايك ونحبكم مع السلامه نعم